صباح النور، صباح الخير. إلى يلا التحقتوا بنا دائما على أصوات في حديث ومغزل. مرحبا بك للا. غادي نتكلموا دابا على الأزير والفوائد ديال هاد النبتة، كنبتة أو إلى استعملنا الزيت ديالها، سواء الجمال الشعر والجمال البشرة. شنو الخصائص ديال اليزير أو الأزير؟ مع الدكتور عماد مزاب، دكتور في الصيدلة، مختص في تداوي الأعشاب الطبيعية ورئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. دكتور عماد، شخبارك؟ صباح النور. صباح الورد. تحية طيبة ليك ولجميع الأخوات اللي كينورونا في هذا اللقاء، ومرحبا بجميع الأسئلة ديالهم. الله يبارك فيك. طيب، الأزير من بين الأعشاب اللي أصلا المذاق ديالها زوين، كنستعملوه بزاف في الطياب، وعنده أيضا بزاف ديال الخصائص لجمال المرأة. شنو هي هاد النبتة وشنو الخصائص ديالها؟ فنبتة الأزير هي عبارة على واحد النبتة اللي كتمشي من نبات، يعني كما كنقولوا حنايا كتكون قصيره، ولا كيكون فيها واحد العريشات قصار الى شجيرات، فعلى حسب المنطقه وعلى حسب البلاصه فين كنلقاو الازير. الازير اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش، اللي هو تحت اسم اكليل الجبل، اللي هو الاسم المشرقي ديالو. وبزاف ديال الناس كانت كتسالني، كتقول لك اودي شنو هو اكليل الجبل، وخاصة ملي كيلقاو وصفات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهما كيعرفوش إكليل الجبل. فهي يعني إكليل الجبل هو اليزير. اليزير اللي هو من النباتات المغربية الجميلة، النباتات المغربية اللي عندها واحد الصدارة عالمية. فاليزير المغربي هو النوع الوحيد في الأزير اللي كيمكن أننا ناخدوه ويمكننا نستعملوه في التغذية، وخا يكون واحد التركيزات طالعين شوية على التركيز اللي مسموح به. فهو من المواد اللي ما غاديش تضر. علاش؟ لأن في المغرب ديالنا، في بلادنا، التركيز ديال لاغوز مارين وتركيز ديال واحد المكونات ما يسمى بلاتيخبان، كيكون التركيز ديالهم طالع بزاف. أما الشوائب اللي كتكون كتسبب لنا مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، فكتكون شبه منعدمة. فلهذا الأزير المغربي كنصحوا به الأخوات الاستعمال ديالو. الأزير من المواد اللي كتدخل في المطبخ ديالنا، غير هو كاين واحد النوع ديال الناس ما خصهمش ياخذوه على الراس ديالهم، الناس اللي عندهم الضغط مرتفع، هاد الناس اللي عندهم الطونسيون يتجنبوا الازير وما يستعملوش لان كيطلع الطونسيون. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل على مستوى ديال الجهاز الهضمي، خاصه المشاكل ديال القرحه ديال المعده، فهي كيمكن انها تهيج لنا هذا المشكل ديال قرحه المعده. الناس اللي كتكون عندها التهابات ديال الجهاز الهضمي، يعني التهابات بحال الناس اللي بحال مرضي دو كرون، ولا الناس اللي كتكون عندهم التهابات فيروسيه ولا التهابات تعفنيه بحال 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 لي كونديدا ولا لي كونديدوز، فهادو كلها امور اللي خصنا نتجنبوها باش نحافظوا على السلامه ديالنا. نعم، يعني خصنا كيف ما كان الحال نتعاملوا معاه بحذره دكتور. بحذر، والاطفال كذلك حتى اللي قل من 6 سنوات ما نعطيهمش الازير، لانه كيمكن يشكل خطوره على الكبد ديالهم. طيب، الازير كاين يا اما كنيبسوه مجفف او لا كناخذوا الازير هكذاك طبيعي. التركيز ديال المواد ما بين انه نبته يلاه يعني باقا خضراء او نبته مجففه، واش كيتختلف التركيز دكتور؟ فالجميل في الأزير هو نوع من نوع ديال النباتات اللي كتكون مميزة. إلا شدينا الأزير كنحسوا بأن الجلدة ديالو كتكون بحال فيها الماء، بحال الكاوتشو دايرة، والتحت ديالها كيكون غادي الفضي، اللون الفضي. فهاد الأنواع هذه ديال النباتات كتكون نباتات معروفة بالتوفر ديالها على واحد الكمية كبيرة ديال الماء في الأنسجة ديالها، وكيكون عندها واحد الغلاف واقي، يعني سواء يبسناها ولا استعملناها في ديك الطريقة اللي هي كتكون خضراء، فتقريبا كيتكون الفارق ديال المواد المفيدة كتمشي بواحد 10% فقط. فبحال بحال. نعم. طيب، غنتكلموا على الاستعمال ديال اليزير اللي للجمال ديال البشرة ولا الجمال ديال الشعر دكتور عماد، ونبداو بالبشرة لأنه أسئلة ديال الأخوات اللي كيسولوا على وصف الأطار الحبوب اليزير. نعم، فاليزير كيمكن نستعملوا محلول ديال اليزير. فغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال اليزير اللي عندنا يابس، ولا غادي ناخذوا جوج عريشات ديال اليزير اللي كيكونوا متوسطين، كنقطعوهم
وكنضيفوا ليهم نص سيترو ديال الماء المغلى. اذا حتى كيطلق مزيان هذا الماء المغلى واحد المده ديال خمس ساعات. من بعد عاد كنحطوا هذه الخريطه فوق العافيه، كنخليوه يغلى مزيان حتى كيعقد، كنصفيو هذه الخريطه. الخليط كيعطينا واحد المحلول اللي كنوليو كندهنوا به الجلده او البشره ديال الوجه ديالنا والرقبه ديالنا، وكندهنوا به حتى الجسم الا كان عندنا بعض الحبوب في الجسم ديالنا ولا الاعصاب ديال الحبوب كندهنوا به، كنخليوه مده ديال نصف ساعه، ومن بعد كنمسحوه غير بالماء بلا ما كنغسلوه. العمليه كيمكننا نديروها حتى جوج المرات في اليوم، في الصباح وفي الليل، حنا كنهضر بالنسبه للوجه والرقبه، ولكن بالنسبه للجسم كيمكننا نديروها مره في اليوم كل ليله وندوموا عليه. فهو كيعاون باش كيطفي داك الحبوب، وكيعاون حتى باش داك لاميلانين كتفرق وما كيبقاش عندنا هذا الاثار. طيب بغيت ايضا الاخوات تقسموا معنا الخلطات ديالكم او الوصفات اللي نتوما استعملتوا فيها اليازير، كان بتا خضراء او لا يابسه، او استعملتوا الزيت ديال اليازير. حنا هنا باش نجاوبوا على كل الاسئله ديالكم وباش نستافدوا ونعرفوا شنو اللي صح وشنو اللي غلط في هذه الوصفات. 0522 77 24 24، هذا رقمنا المباشر عبر الفيسبوك راديو أصوات باج أوفيسيال. مرحبا بكم في البث المباشر. معروف دكتور عماد بأنه اليازير مزيان للشعر، واحد الوصفة يعني انتشرت بزاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها اليازير مع التومة مع الريحان مع الزيت البلدية، أنه تيقوي الشعر. فشنو الفائدة ديال اليازير على الشعر ديالنا أو للفروة ديال الرأس دكتور عماد؟ فاليازير، اليازير من المواد اللي كتوازن لنا الافرازات ديال الدهون فعلى المستوى ديال الجلده ديال الشعر، ومن المواد كذلك اللي كتحسن الجوده ديال يعني ديال الدوره الدمويه في 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 البشره او في الجلده ديال الشعر ديالنا. فهذو جوج ديال الحوايج كافين انهم يعطيونا كما كنقولوا، يعطيونا واحد الشعر متماسك، ويعطيونا واحد الشعر اللي غادي يكون قوي ولا غادي يكون فيه واحد اللمعان خاص ديالو. فهذا علاش اليازير من المواد المهمه. غير هو دابا اليازير الا خلطناه بالثومه، الثومه اللي مع الاسف نجدها في وصفات كثيره جدا. الثومة كيمكننا ندخلوها في وصفات، او الثوم خاصه بعض الاخوات كيمشيو كيقلبوا على دي فوروم ولا كيقلبوا على في مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الوصفات اللي هي وصفات مشرقيه، والشعر المشرقي خاصه مثلا اللي هضرنا على لبنان، هضرنا على الاردن، هضرنا على الشرق الاوسط، ماشي هو الشعر ديالنا حنا. الشعر ديالنا كيكون عاوتاني عنده واحد التكوين ديالو خاص به، لان الثومه من المواد اللي ما خصناش بعدا نديروها بواحد الكميه كثيره. علاش؟ لانها كتحرق، وكيمكن تحرق لينا الشعر ديالنا. اذا الشعر مع الوقت غيوليو فيه دوك لي فوخش، يعني الشعر غيولي كيتقرض من الاطراف ديالو. اذا الا بغينا نستافدوا من اليازير كماده للشعر ديالنا، عندنا جوج استعمالات. كاين الناس، كاين الاخوات اللي عندهم الشعر دهني كيكون ميدم، الناس الاخوات اللي عندهم الشعر ميدم، معلقه كبيره ديال اليازير، 10 ديال الوريضات بلديين، وثلاثه ديال الحباس ديال القرنفل، كنضيفوا لهم نص سترو ديال الماء المغلى حتى كيطلق، كنصفيه وكنديروه في واحد القرعه في الثلاجه، وكنرشوه كسيروم كل ليله، سيروم غير خفيف، وكنخليوه حتى كينشف. كنخليو هذا المحلول هذا لمده الاستعمال ديالو 15 يوم، وكنحافظوا عليه في الثلاجه. عندنا الشعر ناشف، وعندنا الجلده ديال الشعر ناشفه، فهنا طريقه اخرى. هنا كنديروا معلقه صغيره ديال اليازير، من الاحسن يكون مطحون، وكنديروا معلقه صغيره ديال البابونج مطحون، كنضيفوا لهم كاس صغير ديال زيت الزيتون او كاس صغير ديال زيت نوار الشمس اللي توفر عندنا، كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولى، كنخليوه ليله. من بعد هذا الخليط هذا كنصفيوه، كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه ونص وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكنبقاو مداومين عليها حتى الشعر كيرجع للحاله الطبيعيه، وهكا غنستافدوا من هذا يعني من الازير بطريقه امنه. كنزه كتقول لك دكتور عماد انا كنستعمل المحلول ديال اليازير مع الخل في الليل على الوجه ديالي، واش ما كاينش خطوره؟ فهنا الخل على حسب اش من خل كتستعمل، واش خل التفاح ولا الخل الاخر، الخل الكيميائي. وانا ما كنصحش به، لان اليازير اصلا كينشف، الا زدنا عليه الخل كيمكن يعطينا واحد الشحوبيه في البشره ديالنا، والبشره ديالنا ما كتبقاش عندها ديك النضاره ديالها. طيب حياه الحسن بغات تقاسم معك دكتور عماد واحد الوصفه اللي فيها الازير، قالت لك فيها الازير معلقه كبيره، فيها اوراق كبيره، لا معلقه كبيره ديال اليازير، وفيها الحبه السوداء،
وفيها هادشي مطحون وفيها الزيت البلديه. قالت لك انا استعملتها باقي ما درتهاش لشعري، بغيت نشاور مع الدكتور عماد. نعم، فالحبه السوداء حاولي تاخذي نص معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال اليزير، طحنيهم كاملين، تغرب لهم في الغلبه الرقيق وعاد ضيفي لهم زيت الزيتون. ماشي مشكل، هذه وصفه يمكن لك تستعمليها، ما كاينش مشكل. اختك كتسولك دكتور عماد، واش اليزير مطحون كيسبب في الشيب للشعر؟ اليزير مطحون واش كيدير الشيب للشعر؟ يعني كيهيج من الشيب؟ لا لا، ما عنده حتى علاقه. بالعكس بالعكس، هو مزيان، هو من المواد اللي كتوقف لينا الشيب. اليزير يعني نستعملوه هكذا في خلطات الشعر؟ نعم، إذن هذه الوصفات اللي عطينا، الوصفه اللي عطينا الوصفات ديال الشعر يمكن تساعدنا حتى في توقيف الشيب. السؤال ديال الاخت اللي كتقول لك دكتور عماد انا كنستعمل اليزير مع القرنفل، كنزيد عليهم ما مغلي، كنخليه ليله وكنستعملو بخاخ، زاد لي الخلفه في الشعر ديالي وطول لي الشعر، واش مزيان ولكن كينشف؟ نعم، فتنشف هو المشكل. يعني اللي شعره ناشف ما يديروش؟ ما يديروش، ولكن يمكننا نستافدوا من هذه الوصفه هذه. انها مثلا في الليل، في الليل او من تسالي ذاك البخاخ، يعني ينشف الماء منه، ولا تكون كدير البخاخ وكتغسل الشعر ديالها، دير زيت لافوكا دهنها كسيروم كل ليله، فهي غادي تكون وصفه لترطيب ديال الشعر ديالها اللي كيكون ناشف. طيب، عندنا السؤال ديال ظاهره من زاكوره، نفتحوا المجال الاسئله ديال الاخوات. ظاهره السلام عليكم. وعليكم السلام الاخت لانيا، شخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وكنشكر الاخ عماد بزاف. انا كبرت مع الاخ عماد، كنسلم عليك. الله يبارك فيك. مرحبا ظاهره، انتم على الشكر والجزاء اختي. اخ عماد، غير بغيت نسولك اخويا عماد، واش الاوراق ديال شجرات المورينجا واش مزيانين للسكر والكوليسترول؟ شجرات الاوراق، شجرات ديال الاوراق ديال المورينجا. المورينجا واش صالحين؟ وبغيت نطرح عليك ثاني واحد. واخا ظاهره، علاش كيصلحوا؟ قلتي الكوليسترول وشنو؟ واش كيهبط السكر؟ يعني ديري منهم كوريقه وتكبعيهم المطيب، واش كيهبط السكر ومزيان حتى الكوليسترول؟ وعندي سؤال اخر لو سمحتوا تنقطعوا جاوبوني، واش اوراق السالميه وسيدنا موسى واش كيطلع الطونسيون؟ سؤال مهم، سؤال مهم هذا السؤال هذا. واخا غنجاوبك عليهم بجوج. ظاهره المورينجا واش الاوراق ديالها كطيح السكر في الدم؟ السكر كاين الدواء، كناخذوا الدواء. مازال كنأكد، واخا شحال من اخت ما هذا الجواب هذا ما كيعجبهاش، وكاين تعليقات كتجيني على الفيسبوك. انت ضد كل شيء، انت كل شيء عندك كيضر. لا، راه ماشي كل شيء عندي كيضر، حنا كنهضروا بمصداقيه، كنهضروا ببحث علمي، كنهضروا بدرايه، بابحاث اللي دارت كما كنقولوا حنايا بتوثيق علمي عالمي، ماشي حتى توثيق علمي محلي، راه عالمي. حنا تبارك الله عندنا الباحثين ديالنا وعندنا العلماء ديالنا، وكذلك حتى هما كيتقاسموا مع علماء العالم، وهذا الشيء كنهضروه بامور موثوقه باش ما تضروش الصحه ديالكم. السكر كيخصو الحميه ديالو، اول حاجه في السكر هو التغذيه، لان اصلا المشكل الاساسي اللي كيعطينا هاد الديسيكيليبغ هو هاد الاضطراب ديال السكر هو التغذيه. الا قديتوا التغذيه ديالكم وتبعتوا الادويه ديالكم، كل واحد على حسب الجسم ديالو على حسب الدواء اللي كيصلح ليه، كونوا على يقين بان السكر غادي يبقى غادي منتظم وغادي تعيشوا به مده طويله باذن الله. كان اضطرابات في الماكله، حيت شوف دابا كل شيء الاخوات وبزاف، يعني الله يحسن العوان، الانسان الله يشافيه اللي كيكون كيعاني من هذا المرض، اش كيقول؟ كيقول انا ما ناخذش انا الدوايات، بارك عليا من الدوايات، نمشي للاعشاب، صافي اعطيني العشوب ولا اعطيني دواء العرب. هادو هما الكلمات المتداوله باش نتهنى من السكر. السكر هو مرض مزمن، عنده علاقه قلنا بالبنكرياس، عنده علاقه بالخلايا البيضاء اللي كيفرزوا لنا الانسولين. اذا فوقاش غادي يتعالج السكر نهائيا؟ مازال كنزيد ناكد، هو عندما سوف يتم الزرع ديال البنكرياس. اذا من تسمعوا واحد العمليه ان شاء الله، ونسال الله ان يعجل بهذا الفرج، من تسمعوا العمليه ديال زرع البنكرياس ولات الانسولين كتفرز طبيعيا في الدات، هنا السكر يعالج نهائيا. المورينغا ما عندها علاقه بالسكر، هي إيه مزيانه للدات، مزيانه تقوي الدات، تشربوها مزيانه لكم المناعه، مزيانه للتصفيه ديال الدات، كمشروب اللي غادي يعاون، ولكن لا علاقه له بداء السكري. بالنسبه نعم، اوراق اوراق سيدنا موسى واليزير واش كيطلعوا الطونسيون؟ ماشي نعم، وحتى السلميه، حتى السلميه راه كطلع الطونسيون، يعني راه جيتي في الصواب واخا هكاك. يعني السلميه وراق سيدنا موسى واليزير من النباتات اللي كطلع لنا الضغط الدموي، وما خصناش ناخذوها الناس اللي عندهم الطونسيون طالع، الناس اللي عندهم الضغط مرتفع.
طيب. دير لا طونسيون ارتيريال الفي. ناخذ كوثر من الدار البيضاء. السلام عليكم كوثر. سلام. اش اخبار؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. تحيه لك اختي لمياء. مرحبا بك كوثر. اهلا بك. الله يبارك فيك. عرفت انا بغيت نسول الدكتور واحد السؤال واخا خارج على الموضوع. مرحبا. انا عندي ترسبات فوق سناني، يعني سناني بحال محفرين، واخا كنغسلهم كيبقاو لي ترسبات فوق سناني صفرين وكحلين، وكانوا نصحوني باش نستعمل بيكربونات ديال الصودا مع المعجون ديال الاسنان، وبغيت نستفسر معك الدكتور. نعم نعم. شوف انا غادي نعطيك واحد المثال. دابا الى عندنا الى عندنا شي رخام محفر، ولا عندنا مثلا شي زليج محفر مثلا، ولا شي حيط محفر، ماشي كنقارنوا بسنان، كان غنعطيك مثال باش تفهميني، باش الاخوات، حيت انا ديما كنحاول نجيب لكم واحد الامثله اللي قراب باش تفهموهم بالزربه صافي، باش ما تعاودوش عاوتاني تطرحوا هذه الاسئله على راسكم ماشي عليا انا، مرحبا بالاسئله ديالكم. واش الى عندنا شي رخام محفر، الا بدينا كنغسلوه مثلا وكننظفوه بمواد تنظيف، واش ديك الحفره غادي ترجع لبلاصتها؟ لا ما ترجعش. هو هكاك السنان ديالنا، السنان ديالنا عباره على واحد الغشاء، هادشي باش كنقولوا للوليدات الصغار، وكنقولوا للناس تحافظوا على السنينات ديالكم، تحافظوا عليهم بالحكام، تحافظوا عليهم يعني بامور اللي كتحافظ على هاد التحفار. اذا دابا الحل اختي يعني مع الوقت غتشوفي مختص ولا مختصه في الاسنان، يعني طبيبه ولا طبيب ديال الاسنان، باش تسدي هذاك الندبات، دوك الجروح اللي كاينين في كيترسب عندك هذه المواد هذه. اما من غير هذا الشيء راه ما كاينش. بيكربونات الصودا ديال الصودا غتزيد تكمل عليك اختي، غادي تزيد تحرش لك هذيك البلاصه، والسنان ديالك ما يبقاش فيهم داك الملوسيه، وهذيك الملوسيه راه مهمه، راه السنان الا ولاو حرشين راه كتولي مشاكل كثيره كثيره كثيره، منها ان الانسان ما كيولي كيتضايق في التغذيه ديالو، منها ان البكتيريا كتزيد تكون وكتزيد ترسب، ومنها لا قدر الله الانسان كيولي كيفقد الاسنان ديالو، يعني كيوليو كيتفرتو. إذا نشوف دابا هاد البيكربونات شنو غادي دير لينا، وخاصة من عندنا هاد المسألة هادي. نعم. فالنصيحة باش ننصحك مثلا، بغيتي تحكي الأسنان ديالك، نمشيو للطريقة المغربية التقليدية. كاين السواك، السواك مزيان أنك تستعمليه، كاين الميسواك اللي هي سنة من السنن النبوية، حتى هو من المواد الطبيعية، وراه خذي ذاك الميسواك اللي كيكون رطب، راه كيكون عنده واحد كيكون مياه، فهذاك حتى هو غادي يعاونك. ولكن إن شاء الله إلا كانت عندك القدرة أنك تمشي عند الطبيبة ديال السنان وطبيب السنان كان به، ما كانش تحافظي غير على النظافة الأسنان ديالك العادية، وكما قلت لك استعملي هذه المواد الطبيعية، أحسن أنك تلتجئي للبيكربونات دو سود، وأنت وجميع الأخوات اللي كيسمعوني لنا اللي عندهم هذا المشكل هذا. طيب مرحبا. عندنا السؤال ديال اختها دكتور عماد اللي كتقول لك رايك في واحد الوصفه لصباغه الشعر فيها معلقه من اليازر مطحون والسلميه مطحونه، كتجمعهم بالماء، فيه البابونج والكركدي والقرنفل والرمان مطبوخين، هادشي باش تصبغ الشعر الجاف. ماشي مشكل، ماشي مشكل، يعني وصفه ما لا ضرر فيها. عندنا سؤال ديال مالك كتقول لك دكتور عماد واش الازير كيصلح الورديه، يا لا غوزاسي؟ لا غوزاسي وي كيصلح الورديه، ولكن الى درنا حنا الى صايبنا واحد الزيت بيدينا، ما ناخذوش الزيت الاساسي ديال اليازير ولا الزيت ديال اليازير لانه مجهد. فمثلا يمكننا نحضروا واحد الكريمه بالزيت ديال اليازير، غادي ناخذوا الزيت ديال اليازير ناخذوا فيها نص معلقه صغيره. هذه الا عندنا الويل فيجيتال، عندنا الزيت الطبيعي داك الزيت، الا عندنا الروح، الا عندنا الويل اسونسييل دو غومارين يعني الزيت الاساسي ديال اليازير، غادي ناخذوا ثلاثه د النقيطات. اذا نص معلقه صغيره الا عندنا الزيت الطبيعي، وثلاثه د النقيطات الا عندنا الروح ديال اليازير الويل اسونسييل دو غومارين. هاد المكونات واحد فيهم كنخلطوا مع خمسه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطوا في حمام ريمته كيتخلط مزيان، كنخليوه يبرد، وهذيك الكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها البشره ديالنا، وخاصه لا غوزاسي كتبان بزاف في الخدود، كتبان في الجبهه، فكندهنوا بها هذه الاماكن في الصباح وفي الليل. وهذه الكريمه كيمكننا نديروها نص ساعه قبل ما نديروا واقي الشمس، وهكا غنستافدوا من الفائده ديالها. ناخذ السؤال ديال فاطمه معنا من مراكش. فاطمه مرحبا بك على اصوات. شكرا اختي لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه. انت انا شويه خايفه. علاش خايفه فاطمه؟ ما حنا ما كندقوش البرا. سمع انا كي دايرين. مرحبا بك فاطمه، الله يبارك فيك. كاع لابس الطاب ليا بيضاء كاع. الدكتور اليوم جايب بلا وزره.
فرحانة وخايفة وما عرفتش. لا لا مرحبا الحمد لله. بارك الله فاطمة بشوية عليك حنا كنسمعوك. بارك الله فيكم شكرا جزاز بزاف وفرحانة حيت سمعتكم في الراديو. مرحبا فاطمة. لا لا كاين سول دكتور الله يجازيكم بخير على واحد درت واحد الخلطة الزيوت درت فيها اليازير وهذا اليازير وقشور تاع الثومة وقشور تاع البصلة المهم داكشي كله مخلط. داكشي اللي شاط عندك في المطبخ ولا شنو؟ كنتي كتقطعي الخضرة؟ ما عرفت دكتور ما درتهاش وقلت بلاتي نستشر معاك لان انا مشكل وقع لي في شهري بعدا ما كان كاع طيح ليا توقع لي واحد المشكل دات لي واحد السيده واحد ترطيبه لشعري من ديك الساعه ولا طيح ليها واحد الماركه فيها محمره من ديك الساعه شعري كله لا طيح ليا ما كان كاع طيح من نهار درت لي ديك السيده ديك الترطيبه ولا كل شيء شعري طيح ليا دكتور وحرج والمشكل هذا الشيء اللي شحال هذه باش درتي الترطيبه شي دابا شي 4 سنين بحال هكا كل 5 سنين 4 سنين ومورا والشعر ديالك بقى بحال هكاك ما رجعش لا والو بقى غير طيح طيح وصافي من بعد كي قلت لك الخلطه فيها كليك وزدت فيها القرنفل باش نتفكر شنو درت فيها القرنفل والورد البلدي واليازير والخزامه المهم ما عرفت كاع عجبك شي حاجه مشيتي عند العطار كتقولي لي دابا كل حاجه عطيني منها شويه ولا كيفاش؟ كاع داكشي اللي بان لك معلق هو في القرايه قلتي لي كل حاجه عطيني منها شويه هو صراحه دكتور هاد الخلطه شتها غير في التواصل الاجتماعي ولكن مزيانه فاطمه مزيان من عيتي كتشاوري مع الدكتور عماد باش ديري وصفه اللي غترجع لك بالنفع للشعر ديالك دابا انت شعرك كيطيح ياك وداك النهار مشيت عاوتاني عند كي قال الدكتور عند واحد العشاب عطاني قلت عندك بيت هذاك اللي حك تاع جدي تاع الكوكو معروف قلت زعما بدا نزال بي وحده قال لي راه غادي نطحن لك واحد الزيت على يديا فيها زريعة الكتان وفيها الكوك طحنوا لي وهذا وسميتو الكوك والزنجلال قال لي هادي بدي تدهنيها مورا شنو قلت لي عافاك واش ممكن زعما نستعملها واخا بلا ما نغسلها قالت لا هي ما نقدرش ما نديريها فشوف شوف عافاك الدكتور واش هاد الزيت مزيانه وهذيك الخليطه اللي كنحطها يعني. شوف حنا شوف حنا كنبسطوا باش نحاولوا نفوجوا على بعضياتنا لان هاد المساله اللي كتعاودي عليها راه ما سهلاش لان باش الشعر كيكون في واحد الحاله ديالو طبيعيه وكنمشيو كنديروا ليه الترطيبه راه هذا هو المشكل دابا اش غادي نقول ما دابا شي داز عليا 4 سنين او 5 سنين قال لي الكلام كثير شي في القلته وشي في البير فالموضوع ديال الترطيبه الله يجازيكم بخير هذه باش نتفاهموا عليها مجموعين منين بغي ندير الترطيبه نمشي لواحد البلاصه مختصه الله يرحم الوالدين صافي ما بغيتوش ترتاحوا بداك الشعر المهم صافي انا خصني نمشي ندير الترطيبه على الاقل نقلبوا على اخف الضرر شنو هو اخف الضرر انني كنلتجئ واحد المركز المتخصص باش كندير بعدا الترطيبه اللي غتحافظ لي على الشعر ديالي هذوك الناس بعدا كيكونوا عارفين شحال غيديروا ديال الترطيبه حيت دابا حنا كنسمعوا الترطيبه كاين اللي كدير داك التيوب كامل ولا كاين اللي ما كديرش ما كتخلطوش مزيان ولا كاين اللي كدير التركيز اكثر اذا هذوك الناس مختصين كيعرفوا كل شعر وكيعرفوا لاش كيصلح وكيعرفوا الطريقه باش غادي نديروا هاد الترطيبه هادي باش نديروها بطريقه صحيه سليمه دابا انت اختي شنو وقع لك الجلده ديال شعرك انت بعدا عندك بشره حساسه علاش لان شنو بينات لنا البشره الحساسه اللي عندك بين ولا شنو اللي بين لنا ان عندك بشره حساسه هو الجلده ديال الشعر ديالك بقات شاده لينا هاد المواد الكيميائيه طيله هاد المده يعني الجلده ديال الشعر دابا عامره بالمواد الكيميائيه اللي هي ما كتخليش هذاك الشعره وما كتخليش داك الجدر انه يتنفع وما كتخليش انه يتقوى وما كتخليش انه يعطينا واحد الكثافه ديال الشعر اذا هذا هو علاش هاد المده كامله وهي عندك بحال هكا الشعر ديالك هذيك شوف هاد الخلطه كلها اللي درتي او هاد الشيء اللي خلطتيه ما غاديش ينفعك في شي حاجه بالنسبه لهذا المشكل اللي عندك المشكل اللي عندك كيخصك تعطيه زيوت مضاده للحساسيه وزيوت اللي كتحاول انها تنظف لينا وتخرج لينا السموم من البشره ديالنا ومن الجلده ديال الشعر ديالنا اذا الاخوات اللي كيكونوا داروا مواد كيميائيه للجلده ديال الشعر ديالهم والشعر تبدل الشعر بقى كيطيح فغادي نستعملوا هذه الوصفه هذه غادي ناخذوا عرق ديال الخرقوم البلدي ما نطحنوش نخليوه هكاك عرق
يابس عرق ديال الخرقوم بلدي، جوج اوراق ديال سيدنا موسى، ومعلقه كبيره ديال العظم ديال لافوكا محكوك. دابا لافوكا راه موجوده، نحكوا العظم ديال لافوكا وناخذوا معلقه كبيره منه، نضيفوا ليه كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، نحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، نخليوه ليله حتى يطلق مزيان، نصفيو هذا الخليط. هذا الخليط كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه غنديروها جوج المرات في الاسبوع وغنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. هذا من الجهه. منين نغسلوا الشعر ديالنا طيل كل نهار غادي نديروا واحد السيروم. السيروم اش غديروا فيه؟ غديروا فيه معلقه كبيره ديال زيت لافوكا ومعلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، خلطوهم وبداو ديروهم كسيروم يومي للشعر ديالكم، حتى كتحسوا بان الشعر بدا كيرجع الحيويه ديالو وبدا كيرجع للحاله الطبيعيه ديالو، وهكا غادي تخلصوا من هذا المشكل. شكرا لك فاطمه. نعيمه كتقول لك دكتور عماد عندي الزيت الاساسيه ديال الازير، شنو ممكن انني نديرها؟ عمري ما استعملتها في شي حاجه. نعم، فاذا بغيتي الزيت ديال الازير 10 نقيطات من داك الزيت الاساسي، غتضيفي ليه معلقه كبيره ديال زيت نور الشمس ولا زيت الزيتون. وهي مثلا بحال دابا الا درتي 10 ديال النقيطات في معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس، يمكن لك انك ديريها كماسك على البشره والرقبه ديالك، تخليه مده ديال نصف ساعه وتغسليه، او ديريه كسيروم الشعر ديالك، دهني به جلده شعرك وشعرك، تخليه ساعه وتغسليه، فهذه يمكن لك تستافدي منها. ولا كان عندنا غير الزيت عادي ماشي الزيت الاساسي يا دكتور؟ الزيت عادي غنستعملوا نفس الاستعمال، نفس الطريقه حنا علاش قلنا حيت لا ما غاديش تخفف، لان نفس يعني الاستعمال في الجمال ماشي الطريقه ديال التحضير، لان دائما الزيت الاساسي كنخففوه باش كيعطينا الزيت الطبيعي، اما الا عندنا الزيت الطبيعي فغنستعملوه مباشره. نعم، عندنا ايضا السؤال ديال كاميليا اللي كتقول لك دكتور عماد عندي الشعر ديالي ميدم بزاف، واش الا دهنته بزيت اليازير يعاونني انه ينشف؟ حيت سمعتك كتقول بانه كينشف الشعر. شوف الشعر الا درتو بالماء، حنا دابا حنا بدلنا المكون باش كنقولوا ديما ردوا البال، شنو كنستعملوا، واش كنستعملوا، وباش كنستعملوا، وفين كنستعملوا. راه بزاف ديال الاسئله او بزاف ديال الامور باش كيمكننا تعطينا واحد الوصفه ناجحه. بالنسبه للشعر اللي كان ميدم كنقولوا كنديروه في الماء، ما كنديروش في الزيت. معلقه كبيره ديال اليازير مطحون او جوج عريشات ديال اليازير اللي كنقطعوهم قطريفات صغار، كنضيفوا لهم نص سيترو ديال الماء المغلى حتى كيطلق مده ديال 5 ديال الساعات حتى ل 10 ديال السوايع، ماشي مشكل. كنحطوه فوق العافيه يبدا يغلى ويعقد، كنصفيه، وهذاك هو اللي كنستعملوه كرشاش او بخاخ على الشعر ديالنا. نعم، غادي نجاوبوا على اسئله اخرى من بعد هذا الفاصل. خليكم دائما على اصوات في حديث ومغزل او عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. فاطمة الزهراء كتسولك دكتور عماد انا عندي الكلف وجهي، بغيت ندير وصفه ديال الخرقوم والعسل، ما عرفتش اين عسل اللي خصني ندير، واش ناخذ العسل ديال الكاليبتوس ينفعني في هذه الوصفه؟ فاي نوع ديال العسل ديال النحل راه صالح للوصفه كيف ما بغى يكون، يعني وكيف ما كان الثمن ديالو، المهم يكون عسل النحل وصف. ايوا، كيفاش دير الوصفه؟ نعاودوا نفكروا. نعم، بها دكتور عماد. معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، 3 ديال المعالق كبار ديال العسل الحر، ومعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، كنخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كيتخلطوا مزيان، كنوضعوها على البشره والرقبه ديالنا، كنخليوها مده ديال نصف ساعه، ومن بعد كنغسلوا هاد الوصفه هادي. عندنا سؤال ديال ندى كتقول لي انا عندي القولون العصبي، داير لي انتفاخ في المصران وغازات كثيره، كنمشي للطبيب كيخرج لي الدواء ديال الاعصاب، كنولي لاباس، كنقطعو كنرجع كيف ما كنت، حتى ولا عندي الوسواس القهري، كل شوية تنقول غادي نموت دابا، ولا عندي الخفقان ديال القلب، ضيق التنفس، مع العلم هاد الدقات وضيق ديال النفس كتجيني مني كناكل، بغيت شي وصفة واخا تنقص ليا غير من الغازات. الناس اللي عندهم القولون العصبي الله يكون في عوانهم. نعم، فبعد الأخت ديالنا الله يشافيها، لأن هذه حالة مرضية فعلا، هذه حالة مرضية اللي عندها علاقة ب يعني كتسمى لونغواس، الخلعة. هاد لونغواس هادي العديد من الناس كتجيهم نوبات الهلع. نعم، الهلع. نعم، الانسان كيخاف وكتمشي كتطور حتى كتولي كتعطيه بعض الافكار السوداء. فهادي بعدا كيخص مرافقه طبيه ضروريه باش انها تخلص من هاد الافكار. بالنسبه للقولون العصبي،
او بومزوي او وصفه اللي غتساعدنا باش نريحوا الجهاز الهضمي ديالنا وباش تعاوننا كذلك باش نتخلصوا من هذاك التوتر ديالو. فغادي ناخذ معلقه صغيره ديال البابونج. كنرجع دائما البابونج لان البابونج عنده واحد الفائده كبيره جدا على الجهاز الهضمي ديالنا. معلقه صغيره ديال البابونج، معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي، نضيفوا لهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق، وكنوليو كنشربوه في الصباح بعد الغداء بعد الفطور عفوا، وكنشربوه في الليل. كنداوموا على هذه الوصفه هذه، ما كنقطعوهاش حتى كنحسوا براسنا يعني رجعت لنا الحاله الطبيعيه ديالنا. نعم. عندنا سؤال ديال امينه انوار، كتقول لي استعمال اليزير في القطاني واش ممكن نستعمله؟ ما عندوش شي ضرر غير ما يكونش الطونسيون. غير الانسان اللي ما عندوش الطونسيون يمكن له يستعمل هذا الوسائل، يعني اللي كيطلع عليه الطونسيون ما ياخذش اليزير، ما ياخذوش لا في الحوت لا في اللحم لا في اي نوع ديال الطبخ ما ياخذوش فيه لانه كيطلع الطونسيون. كتقول لك الدكتور عماد واش سبيريلين، حنا كنا تكلمنا على سبيريلين ياك، قالت لك واش تسبب جرثومه المعده؟ لا علاقه، لا علاقه نهائيا. طيب عندها حتى شي علاقه. عندنا سؤال ديال اميره، قالت لي انا كنرضع وعندي تساقط في الشعر، بغات شي وصفه اللي غادي تعاونها وما تكونش عندها اضرار. نعم، فانا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الزعتر مطحون، وغادي نضيف لها معلقه صغيره ديال مرد الدوش مطحونه. هاد الخليط هذا كنوضعوه في كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، كنحطوه فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنخليوه ليله، كنصفيو هاد الخليط، وهاد الخليط كندهنوا به جلدات شعرنا وشعرنا، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروا جوج المرات في الاسبوع وكنداموا عليها مده ديال 3 اشهر. عندنا السؤال ديال اكرامه، دكتور عماد عندها مشكل ديال الحبوب ولا طراز ديال الحبوب، يعني البقع ديال الحبوب قالت ليها في الوجه ديالها ولا عامر بزاف، هذا الشيء ولا تيخلق ليها مشكل مع راسها. قالت لك بغيت كدكتور عماد تعطيني شي رشاش اولا بخاخ اولا شي كريم اللي تقدر ديرو. نعم، فالكريم غادي ناخذ معلقه صغيره ديال زيت البرتقال وخمسه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطوا هذا الخليط هذا في حمام ريمتي تخلط مزيان وكنخليوه يبرد. الكريمة اللي كنحصلوا عليها كنوليو كندهنوا بها كل ليله. طيب بالنسبه لزريعه الكتان دكتور عماد للبشره الحساسه، واش اصلاح نستعملوه او لا؟ طريقه الاستعمال ديالو، اذا مثلا زريعه الكتان يمكن ناخذ معلقه كبيره ديال زريعه الكتان، ناخذ 10 ديال الوريقات ديال النعناع ومعلقه و10 ديال الوريضات بلديه، نضيفوا لهم كاس كبير ديال الماء المغلى، نخليوه ليله حتى يطلق مزيان ويشرب، كنصفيوه بواحد الزيف ديال حياتي. أيه. هذيك الماده اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه اللي كان يعني كنغسلوه كان العمليه هذه كنديروا 3 مرات في الاسبوع وكنبقاو مداومين عليها. الاخوات كيسولوك الدكتور عماد على وصفه للتجاعيد حول العين، وعندنا سؤال ديال نادي كتقول لك واش الماء ديال الازير ممكن نديروه ايضا لهالات ديال العيون؟ فإلا بغينا نديروا الماء ديال اليزير غادي نديروا معلقه صغيره ديال اليزير عفوا يابس، وغادي نديروا معلقه كبيره ديال الشاي اللي كنستعملوا في المطبخ ديالنا، وغادي نضيفوا ليهم نص سيترو ديال الماء ونديروا هذا الخليط هذا يغلى فوق العافيه حتى يعقد مزيان، نصفيوه وغنوليو نديروا دي كومبريس، يعني نديروا القطن ونوضعوه فوق الدوره ديال العين ديالنا، يعني نغمضوا عينينا ونحطوا هذا القطن هذا فوق منهم، نخليوه واحد المده ديال ثلث ساعه، و يعني هذه غنديروها في الليل من نبغيو نسترحوا، وعاد من بعد كنمسحوا هذا القطن هذا. الحر كيقول لك دكتور عماد عندي الكلاوي منفوخين والمراره منفوخه وكنطحن زريعه الكتان والكرويه والقزبر والنافع. نعم. وكنشربهم اللي كنفيق، عافاك سول لي الدكتور عماد واش نقطعهم ولا لا؟ خاصو يقطعهم من دابا لانه الكلاوي اكيد اكيد هما منفوخين، يعني كاين انتفاخ، فانا لا قدر الله يقدر يحصر ليه الكلاوي ويقدر ما يبقاش كيدوز، يعني الجهاز البولي ما يبقاش كيخدم بطريقه منتظمه، فخصو يحيد هذه الوصفه هذه لانها خطيره على الصحه ديالو. عندنا سؤال ديال مليكه من وجده من بعد امينه من اكادير. السلام عليكم مليكه. السلام عليكم. لله كي دايره لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان خير الحمد لله. الله يبارك فيك، تبارك الله عليكم على البرنامج تاعكم وعلى راديو اصواتك ديما كنسمع دوم. شكرا بزاف. اهلا. الله يخليك الدكتور عماد، بغيت نسقسيه واش
واش هذاك سمعتوا دابا قال على البابونج والكمون الصوفي بالنسبه للمعده. انا عندي حرقه المعده ديما عندي مشكل عيط ديكالمون عيط ودابا عمري ما درت شي حاجه تاع هكا ناتورال. واش نقدر ناخذها بالنسبه للمعده هاد البابونج والكمون الصوفي؟ لا النعناع الصوفي ماشي الكمون الصوفي. النعناع ولا لا ميليس بزاف ديال الناس كنعطي النعناع الصوفي كيهضروا كيسحبوا من الكمون الصوفي. لا وي النعناع الصوفي نعناع ماشي الكمون الصوفي. النعناع الصوفي ماشي مشكل تاخذي الوصفه اختي ما عندك ما عندها حتى شي ضرر. ناخذها في الصباح كما قلت دابا في الصباح تاخذيها في الصباح وتاخذيها في الليل جوج المرات في النهار جوج المرات بالنسبه للقرحه تاع المعده ما عليهاش دكتور. ما تخافش فيها هو مزيان هذه الوصفه هذه مزيانه للجهاز الهضمي كله. شكرا دكتور بارك الله فيك. مرحبا بك مليكة. امينه معنا من اكادير. مرحبا بك امينه. السلام عليكم. كي دايره مع الصحه لاباس؟ الحمد لله انتم بخير. مرحبا تفضلي. بغيت نسول الله يجازيك المخلة ديال الخاتم. هو ما كنسمعوك والو امينه ممكن تبدلي البلاصه ديالك لانه ما عندكش اي ريزو ما كان الصوت ديالك ديال القطن. نعم المخلة ديال القطن اش بها مضره. واخا امينه ما كنسمعوكش. القطونه عندي. نعم. عندي سؤال اخر. امينه ما كنسمعوكش مزيان للاسف. غادي نرجع المكالمة ديالك لابراهيم هضيبي في الإخراج نشوفوا واش تقدري تبدلي البلاصة ديالك أو لا تقطع وتعاود تصل بينا. ما عرفتش واش خديتي الفكرة على السؤال الأول. القاطونة نبتة القاطونة ولا ليس الحمل فمن النباتات اللي ولا حتى هي دايرة ضجة كثيرة وهي زعما كيستعملوها بزاف لزيادة الوزن فأنا كنصح أننا ناخذوا نباتات أخرى. وهاد النباتات اللي كتكون دايرة واحد كما كنقولوا حنايا واحد لا طوندونس ففي بعض الحالات كاين بعض الناس اللي ما كتصلحش ليهم ما كتصلحش الاستعمال ديالهم وخاصة طريقة الاستعمال فإن شاء الله نخصوا ليها حلقة نهضروا على هاد المادة الطبيعية دي إن شاء الله ديال القطونة. طيب غادي ناخذ وفاء معنا من اليوسفية. أمينة للأسف باقي الصوت ديالك ما واضحش كنعتذر منك. ناخذ وفاء معنا من اليوسفية. السلام عليكم. السلام عليكم. وفاء لاباس؟ لاباس اختي ربي يخليك. كبيرة نتي كبيرة الدكتور عماد. مرحبا بك. الحمد لله بخير وكنسمع صوتكم. كنشكركم على هذا البرنامج لكل الاستفادات ونستفاد من المواد ديالو بزاف. مرحبا وفاء. عندي واحد السؤال الدكتور عماد على زيت الخروع بغيت نستعملو الوالده كمادات كان عندها شي اورام في راسها وحيدت اورام وباقي شي حاجه بغيت نستعملو واش مزيان وفي نفس الوقت الا كان مزيان كيفاش نستعملو؟ زيت الخروع؟ زيت الخروع شنو غيشربوه ولا شنو؟ لا زيت الخروع غندير غير كمادات نديرو على الراس ديالي تكاينو الاورام وحتى عندي تالم في الركاب وفي الظهر وداك الشيء. فنقولي فين مورم يعني فين عندها الحريق؟ الاورام غير عاودي ما فهمتش السؤال ديالك مزيان اختي عاودي وضحيه لي. قلت لك دابا عندها الاورام كانوا عندها اورام في الراس ديالها ودارت العمليه وفتحنا ليها اورام في الراس هي كان عندها الورم في الراس لداخل وفتحت عليه هي فتحت لي قالوا لي نبقى واحد جا في بلاصه الابرات ما حيدوش الاخرين حيدوهم. ايوه انا سمعت بزاف الخروع قالوا لي مزيان كي تشارك مرات كيحيد هذوك الاورام كينقص منها بغيت شكون قال لك اختي شكون؟ وانا غير شفت غير في اليوتيوب ما قال لي ايوا اليوتيوب واش هو اليوتيوب خلى هذاك كتاب منزل فراه مشكل هاد المواقع التواصل الاجتماعي. اسمحي لي لانني توترت بهذه الطريقه هذه ولكن ما الوالده راه عندها الاورام والوالده كانت دازت بحالها يعني اللي هي ما سالاش ان الانسان كيكون عنده ورم في الراس ديالو. وزيت الخروع دابا غير شنو هو الدور ديال زيت الخروع؟ دابا زيت الخروع هذه كنشكرك بعدا انك سولتي كنشكرك انك يعني استفسرتي وبغيتي اننا نلقاو حل لهذا المشكل هذا. ولكن كاين ناس كتسمع لينا دابا ناس كتسمع لينا هاد الناس هادو اللي كيديروا بحال هاد المحتويات هادو وكتحطهم في اليوتيوب ولا كتحطهم حنا في اي منصه كيف ما كانت في مواقع التواصل الاجتماعي وكتبدا تتاجر في مأساة الناس فهمتي تتاجر في مأساة الناس. فهاد الناس هادو كنقول لهم يعني راه كاين واحد الله اللي كيشوفنا والله يهديهم الله يهديهم نسأل الله لهم الهدايه لان هذه مساله خطيره جدا. الوالده
عندها مشكل في الراس، وغادي نعاودو نديرو لها زيت الخروع. زيت الخروع من اثقل الزيوت بعدا اللي كتكون في الزيوت، دخلات مع المسام كيمكن هي تعطينا مشاكل. علاش انا سولتك زيت الخروع كتشرب؟ لان زيت الخروع كانت كتشرب في واحد الوقت ان في القرون الوسطى لما كانت هاد لويل دو غيسان خرجات حتى للتواخير حتى للسبعينات، وهي الزيت هذه كتشرب، كانت كتشرب لاغراض اخرى. ولكن بينات الابحاث ان ديك لاغيسين هاد الماده هذه اللي في الزيت ماده سامه، وماده تسمم الجهاز العصبي، وماده مسرطنه الا خديناها وشربناها. فلاش كتصلح؟ كتصلح للشعر، تصلح للبشره، ولكن باش نديروها مباشره على اساس باش غادي نعالجوا الاورام ونخليوها في الراس ديال الانسان، فاختي هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه. الوالده تلتزم بالعلاجات ديالها ياك اختي، تاخذ تغذيه متوازنه، صافي تاكل الماكله ديالها بلديه مزيانه فيها كل شيء، فيها شويه زيت العود، الشعير، الخضره، الفواكه اللي توفر، يا تفاح يا بنان يا ليمون يا المهم اللي توفر، نشرب الماء بزاف، وان شاء الله الامور غتكون بخير اختي. الله يجازيك بخير والله يشافي المهمه. وانا هضرت بهذه الطريقه لان اختي والله هادشي كيحس في القلب، لان عفاكم بارك علينا من تجرب الماساه ديال الناس، لان هادشي بزاف هادشي بزاف، وخاصه الصحه، وخاصه هي هادي راه ام ديالنا، راه السيده الام ديالها، راه ام ديالنا كاملين. فحتى شي واحد ما غادي يبغي ميمته انها توصل لهاد الحاله، ولا يبغي ميمته انها يعطيها شي حاجه اللي غادي تضرها. وانا كنقول لكم وكنزيد ناكد، راه الاعشاب الى شي حاجه فيها الخير والله ما غنبخل عليكم بها. انا كنقولها وكنحلف، ولكن الى هاد الاعشاب ما عندها ما غادي دير وما عندها لاش غتصلح، فما عندنا ما نديرو بها، لانها كيمكن انها تعطينا مضاعفات. وهادشي حنا علاش كاينين هنا اليوم دكتور عماد باش نجاوبوا الناس. والحمد لله كنلاحظوا بانه بدينا كنفهموا، بدينا كنوعوا، بدينا كنصفيوا وشنو كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا كل ما يتعلق بالصحه ديالنا. كتلاحظ بانه دائما في كل حلقه كتصل بينا على الاقل سيده او جوج اللي كتقول لك شفت واحد الوصفه كذا وكذا في انترنت وبغيت نتاكد معك دكتور عماد. مزيان اننا نفهموا ونوعوا، كيف ما قلتي لا انت دكتور عماد أو للدكاترة، الإنسان ما غاديش يبخل على الأخ ديالو، يعني إذا كانت شي حاجة فعلا. حنا كنا كنقلبوا على العلاج من الطبيعة ولا وصفات اللي تكون طبيعية، ولكن في نفس الوقت ما كنبغوش نأديو بأنفسنا للتهلكة. عندنا السؤال ديال الأصناف اللي كتسولك دكتور عماد على الشق ديال المخرج عند الرجل، العلاج المتكرر بدون نتيجة، كتقلب على واش كاينه شي وصفة للمساعدة. فهنا بعدا خصها تشوف المشكل شنو هو، لأن خص علاج المشكل، لأن ديك لافيسيوغانال ولا داك الجروح اللي كتكون على مستوى ديال المخرج أو الشرج ديال الإنسان كيكون عندها عدة عوامل، منها البواسير المتعددة، منها البواسير اللي كتكون داخلية ولا البواسير الخارجية، منها بعض التعفنات اللي كتكون، منها في بعض الحالات استعمال بعض المواد العشوائيه. كنهضر على الاخوات، لكن بعض الاخوات كتمشي كتستعمل بعض الانواع ديال القويلبات اللي كتكون مصايبه باليد، اللي هي او دوك الحمولات او دوك لي سوبوزيتوار اللي كيكونوا ديال تعشبت كيتخلطوا باليد، فهذوك كيجرحوا هذيك المنطقه، فتا هما كيمكن يوصلوا لهذه الحاله هذه حتى هي ما بين الاسباب. فاللي غادي ننصح الاخت بعدا خصها تمشي، الادويه بوحدها ما تعاونش، خصها بعدا يمشي يشوف يعني مختص اللي غادي يشوف بعد الحالة، لأن الحالة كاين في بعض الحالات اللي كتوصل لدرجات الفتيح، فهو اللي كيعرف المختص اللي كيعرف. وهنا الطبيعة ما فاش غادي تعاون، الطبيعة ما غتعاون في حتى شي حاجة. علاش؟ لأن هنا كيخص ديك الجرحة تسد، وديك الجرحة ما غادي يسدها إلا عن طريق الزيارة ديال الطبيب، يا إما عن طريق أدوية مكثفة أو عن طريق الجراحة. طيب واضحه الفكره. غادي ناخذ اخر سؤال ديال مصطفى معنا على الخط. السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم اختي، بخير؟ مرحبا بك. كنشكركم على هذا البرنامج هذا اللي زعما اللي كيفيدنا من زمان، عام شحال هذه وحنا كنصنتوا لكم صراحه، كنعطيو الافاده للجميع. مرحبا بك مصطفى، هذا واجب. الله ينور. عندي ثلاث سؤالات باختصار. تفضل اسيدي. او انا عندي مرض سكري. يلا دابا يلا بديت كنفكر غنبدا ندير القرفه وسكينجبير والخرقوم، هادشي انا سمعتها كيما كتقولوا على التواصل الاجتماعي. القرفه وسكينجبير وهذا، ونديرها مع دانون السود ونبدا ناكلها. ياغورت ياغورت ياغورت. والسؤال الثاني في الاتاي ديالي انا كندير الصباح كنشرب اتاي، كندير فيه القرنفل وكندير فيه اليازير.
والسؤال الثالث كنشوف المراه عندي انا كدير الخرقوم والحامض كل صباح ديما كنشوفها كتشرب عريق كتسنى نص ساعه باش كتفطر، واش هذا الشيء ما عندوش تاثير على الكبده ولا على المعده ولا على شي حاجه؟ واش ما تخافش منه زعما؟ شكرا السي مصطفى، الله يجازيك بخير على هذه الاسئله، اسئله مهمه جدا، اسئله مهمه جدا السي مصطفى، وان شاء الله غنتقاسموا الاجر ديالها كاملين باش ننوروا الاخوان والاخوات وباش حتى انت تستافد. فاول حاجه بعدا الياغورت مع سكينجبير والقرفه، فهذه وصفه لا علاقه لها من الصحه وما وصفه ما غاديش، بالعكس هذه وصفه غادي تزيد لك من المشكل ديال المعده. وهذه الوصفه هذه الا خديتي سكينجبير والقرفه وخديتي الدواء ديال 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 ديال, ديال السكر فغادي يبطل المفعول ديالو، لان كيدخل في التداخل مع القرفه ومع سكينجبير، وهنا كيمكن ان الدواء ما يعطيش ديك الفائده ديالو ويبقى السكر طالع وانت عند بالك راك تاخذ الدواء ديالك. هذا من جهه السي مصطفى. المساله الثانيه ديال اليازير في اتاي مع القرنفل، لا باس، ولكن حاول انك دير نص معلقه صغيره ديال اليازير في براد موين، اذا البراد العائلي ديالنا الموين كنديروا فيه نص معلقه صغيره ديال اليازير، ولكن كنديروا جوج حبات ديال القرنفل فقط، ولكن حتى الطبخ اتاي مزيان يطبخ عاد كنضيفوا اليازير وكنضيفوا هذوك جوج مسمرات دوك لي دو كلو جيغوفل في اتاي. بالنسبه للزوجه الاخت ديالنا كنقولوا لها تحيد الحامض، تخلي الخرقوم بلدي وتحيد الحامض، يعني الحامض غادي يضرها وغادي يعطيها يسلخ لها المعده. خرقوم بلدي مزيان، دير معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، تخلطها مع كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق، وتصفيه وتشربوا على الريق وتبقى نص ساعه عاد تفطر. هذه وصفه جميله جدا، غتخلص من السموم، غادي غتعاونها باش تعطي واحد الحيويه في اليوم، وكذلك كتساعد حتى في حرق او في المساعده على حرق الدهون، وهكا غادي تكون استعملتي الوصفات كامله بطريقه امنه ان شاء الله. شكرا لك دكتور عماد ميزه. مرحبا. للتواصل معك دكتور على الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار، رقم يعني 06 61 28 99 78، على الانستغرام dr.imadmisabs اللي فيها الشاره الزرقاء فيغيفي، فهذاك هو الحساب الرسمي الوحيد ديالي على على الانستغرام. ومرحبا بجميع الاسئله ديالكم. تحيه لك دكتور عماد. فاصل موسيقي ونعود نخليكم على